ميتافيرس، كيف يغير شكل العالم؟ قفزات تكنولوجية غير مسبوقة شهدها العالم خلال عام 2022، فبات اليوم لا يشبه الأمس، مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير شكل المجتمع والاقتصاد. هذا التقدم التكنولوجي من الروبوتات التي أصبحت شريكاً فاعلاً في سوق العمل إلى عالم الميتافيرس، الحدث التكنولوجي الأبرز، من المتوقع أن تترك بصمات استثنائية على مجالات مهمة مثل التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل، وكذلك مساعدة البشر على الكشف عن حلول إبداعية لمشكلات طالما أرقت العالم مثل أزمات المناخ والطاقة المتجددة. من المتوقع أن يمضي نحو ربع مستخدمي الإنترنت ساعة واحدة يومياً على الأقل في التعلم والتسوق والعمل والنشاطات الترفيهية ضمن عالم الميتافيرس الرقمي بحلول عام 2026. وسوف تشارك 30% من المؤسسات بمنتجاتها وخدماتها حول العالم في فضاء ميتافيرس. هذا التحول المتسارع في المشهد العالمي يشير إلى أن العالم على أعتاب عصر مختلف، في ظل توقعات بأن نشهد خلال الأعوام العشرين المقبلة تغييراً تكنولوجياً يفوق ما حدث خلال 200 عام المنصرمة.